يلا نسوي الفيديو. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخبارك؟ احنا الان في دبي. سو ماي جودنس عبد الله، ما في احد اول مره نصحى في ذا الوقت. فهذا الفيديو عباره عن بيهايند ذا سينز، خلف الكواليس للميوزك فيديو اللي سويناه، فاكيد شافوه هم. يا كرهو يا حبو. لا حبو، دائما تقولون لما نسوي فيديو مجنون سووا خلف الكواليس، سووا خلف الكواليس، فاخترنا هذا الفيديو يكون اول خلف الكواليس ونشوف ايش يصير. انا متحمس وعبد الله انت متحمس؟ انا دائما متحمس. يلا يا مدير عبد الله. والله اكتشفت دبي برد. احنا طول اليوم حكون برا، ولا بس عشان الحين فجر؟ لا يمكن عشان الصباح، بس احنا نكون جنب البحر. وقبل ما نبدا، اذا ما كنت من الريبورترز اعطونا احلى سبسكرايب. في شيء صار اهم من السبسكرايب، ايش هو؟ زر التنبيه. زر التنبيه، اضغطوا زر التنبيه عشان تكونوا من الريبورترز، وخلينا نشوف خلف الكواليس. لا يا Nice to meet you. كيف حالكم؟ زي ما تشوفوا الآن إحنا مع المخرجين، هو ما يعرف عربي بس عرف نغمة الأغنية. كان نسيت؟ إيجي. إيش أحسن من جمل واحد؟ جملين. عبد الله اللي جبناه في الشو حقنا يعتبر بس جنبه. ما شاء الله كبير. لا لا. جاهز؟ دائما جاهز. زي ما تشوفوا الان مع احد المخرجين. But you want to say something to the followers. جاهزين؟ شيك القناه. زي ما تشوفوا عبد الله متحمس، عبد الله جاهز، عبد الله حيكسر العالم. عبد الله انا شايفك عبد الله، انت متكبر على الكاميرا. عبد الله هذا حيكون الفيديو بعد الميوزك فيديو، لازم تسوي محتوى بيهايند ذا سينز وخلف الكواليس، تسوي نفسك ما تعرف يعني. انت بتصورني كذا؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ You have things in your pocket. Okay. You have things in your pocket. You just got كشفنا. Robbed. كشفنا. تم إصدار أشيائنا. حسيت نفسي في مدرسة، بس يلا. You can move here. Okay. رقصة أحسن من حقتك عبد الله. الرقصة أحسن من الميوزك فيديو كله. Now? Yeah. Now. بازو. الحب الحقيقي. نينو وقعكم. يا ساتر انا حطيح. طيب انتوا جهزوا نفسكم. اهلا كيف حالك؟ الحب الحقيقي. لا يلا يلا. اهلا كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. الان اللقطه انه حنكون مدفونين تحت ال، اكيد شفتوا اللقطه لما احنا كنا تحت الرمل، فشوفوا. كل يوم حتلقونا هنا، ما في شيء في الدنيا ما جربنا. جاهز ولا مو جاهز؟ دايما جاهز. الحرف وتوكل يلا واحنا معاكم. اللي يميز انه احنا في جرين سكرين. عبد الله ايش يمدينا نسوي؟ في الجرين سكرين يمديك تروح اي مكان في العالم. يلا نروح مصر. يلا نروح استوديو هاري بوتر. لا لا ما ابغى، انا طفشت. خلينا نروح فرنسا. خلينا نروح مخ عبد العزيز. ليه كذا؟ حسبتك طيب. الان حنصور الكاميرا انه يصور كل الجهات 360 درجه. 3 2 1 ليجو. ما في شيء في الدنيا ما جربنا. يلا يا بورتس، خلصنا التصوير في هذا الموقع، خلينا نروح الموقع اللي بعده. ليجو. زي ما تشوفوا احنا الان في الموقع الثاني، احنا في الدي دي دي. دي 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 وشو معناته عمو؟ دبي ديزاين ديستريكت. الله عليك. فزي ما تشوفوا هذا هو الموقع الثاني اللي حنصور فيه، فشوفوا كل الكرو دحين. يو كان بوينت ذير. فزي ما تشوفوا الكرو قاعدين يظبطوا، وعلى طول اول ما يقولوا جو نيجي هنا عشان في شمس مره كثير، عشان احنا في الظهر. Okay. يلا غنوا معانا وقولوا ريبورترز حقنا انت وانا. احنا الريبورترز. احنا الريبورترز. Yeah. So he'd be standing like this on one step. Go up another step. Just go for example like
اوكي انا عايز جمله مفيده. زي ما تشوفوا الان هذه لقطه مره حلوه انه عبد الله انا حجره وعبد الله حيكون ماسك الكاميرا حيكون ملصق في جسمه كانه انه عبد الله. انتوا حتشوفوا الفيديو حيصير شيء مره حلو. حيكون اخراج رهيب. طيب جهز زبك يعني تستريح شويه عشان حتجري. ايوه انا حعضل شكلي ها. لا صراحه مره حلو. ماني تو جو حلم الملايين حققنا هنا. قول لي مين ارحب هلا باليوتيوب سادي بوتس بس خلي الباقي باقي ساكتين جاهزين. ايوه احنا دايما جاهزين. Mad props guys. بس عبد العزيز شكله تمام صح. خلينا نروح المقطع اللي بعده. واتساب. والان احنا في اللوكيشن اللي خلاص نسيت العدد. المهم المكان هذا عباره عن حلم. كانك في حلم. صحه يا عسل. عبد العزيز ابعد. دوري. زي ما انتم شايفين اول قطعه سحاب على كرسي. ما في شيء في الدنيا ما جربناه يا عبد الله. جاهز ولا مو جاهز؟ دائما جاهز. شد حيلك توكل احنا معاك. اعطونا احلى سبسكرايب تحت. اوكي طيب احلى. سياره بعيون ورموش واغرب شيء بيبي لابس ارنب. ليش؟ ايش معنى انا؟ واتساب. والله العظيم عبد الله انا مصور. دو يو ونت تو سي سمثينج تو ذا كاميرا؟ واتساب. دو يو ونت تو سي سمثينج تو ذا كاميرا؟ ايه دازا ما زي ما تشوفوا هذا هو المصور. واتس يور نيم؟ تيل ذا فيورز. ماي نيم از ماريان. واكتشفنا في اليوم في العصر هو يصورنا فجأة طلع صوت. اكتشفنا انه يسوي بيت بوكس بس في سعودي ريبورترز عارفين انه انا وعبد العزيز اللي نسوي البيت بوكس. عبد الله انا احس انه انت يمديك تبدع. اوكي؟ طيب ارميها علي. يلا طيب ارميها علي. يو ولد 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 روح هاو 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 جو. بورترز احسن ناس ما في شيء في الدنيا ما جربناه. جاهز ولا مو جاهز؟ دايما جاهز. ايش 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 ولا ماما يجي يجي يجي. والان حنجمع اشياء نرميها من فوق على عبد العزيز عشان نشوف اذا راسه يعوره ولا لا عشان نحطها ولا لا. الان حنرمي على راس عبد العزيز البطه نشوف اذا حيألم ولا لا. 3 2 1 جو. نجحت نسويها. الان ما في بهله لعبد الله. الان راس من فوق. سي هاي راس. هي سيمز هابي دحين. طول اليوم مكشر طول اليوم مكشر. بس يلا خلينا نشوف. زي ما تشوفوا الان رموا الكور والان عبد الله المرحله الثانيه. وايش هي؟ دور البطه. بس قبل ما نبدا في البطه نبغى نسمع راس غني لنا. احنا ريبورتر احنا ريبورتر ولا ماما يجي. هاي ستوب يو غانا ديسلايك ذا فيديو. اوكي جو جو. حيرمي بطه علينا واحنا تحت. قبل ما نبدا اعطونا احلى لايك. عبد الله تعرف ايش صار؟ ايش؟ يلا هذه خدعة اليوم. يلا نرجع احنا. طول عمري اسال نفسي هل يمدينا نقعد على السحاب؟ والاجابه ايوه. يس. هلا هلا ولد ولد ولد. لا خلاص خلاص 3 مليون. فاستعدوا ريبورتز شيء ما عمركم شفتوه من قبل. اهلا توت توت على بيروت. اهلا وسهلا. ايش تبوا؟ عمركم شفتوا سياره جوا محل؟ تبوا شيء؟ يلا بيس اوت. كل مين ارهب على في اليوتيوب مين سبسكرايب سبسكرايب.
خلصنا اليوم، بكره لسه في لوكيشن تاني. لا احنا ما حننزل الفيديو خلاص؟ لا لسه بيجي بكره كمان تصوير. دام بس يا ريبورترز اي شيء لكم. واتساب عبد الله، هذا يوم الثالث والاخير للميوزك فيديو. متحمسين؟ يجي ولا ما يجي؟ احلى شيء في الموضوع ما في ولا احد. الان احنا الساعه 7 صباحا في دبي مول، كذا شكلها. Yeah, you are now. قبل ما نبدأ، إذا ما أنتم مسويين سبسكرايب، إيش مسوي يا حبيبي؟ أعطونا أحلى لايك يا أحلى سيبك ناس. سيبك من لايك، أعطونا أحلى سبسكرايب الآن وكونوا من ريبورترز. وجينا اليوم نغني معكم حلم الملايين حكمنا هنا. إحنا الريبورترز دوبنا خلصنا من أول شات، بعده حننتقل للثاني شات. وزي ما تشوفوا إحنا الآن في التنل، وزي ما تشوفوا ما في ولا أحد إلا الكرو. شوفوا بس. عامة لما تيجي هنا تمشي كذا. هذول الناس اللي بنشتغل معاهم. واتساب يا ما احلى الدنيا طول ما انتوا معنا، من غيركم لا 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 ما في حلا. طول الاسبوع نشتاق للقاكم، وكل يوم حتلقونا هنا. هذا البيهايند ذا سينز، ان شاء الله عجبكم. اذا عجبكم اعطونا احلى لايك ونسوي اكثر من خلف الكواليس. والله يسعدكم يا بورجس، وهنعيدها 100 هنعيدها. عبد الله فهمه بس قول وي لاف يو. وي لاف يو يا بورجس. واللي ما شاف الميوزك فيديو تلقوه تحت في الديسكربشن اول لينك. كنسلوا الفيديو روحوا الفيديو ذاك، كونوا كما انتم ريبورترز رائعين. سبسكرايب لايك شير والعلوم الزينه. ولا بس سبسكرايب احلى. خلاص راحوا عبد العزيز راحوا.